مساء الخير احبائي، نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير وانتم تشوفوا في الفيديو تاع اليوم. انا مرحبا بكم على قناتي، قناه ريسيكلاغ هاند ميد دي اي واي. ونقول لك اذا كانت هذه اول مره تفضل القناه، شارك في القناه وفعل خاصيه الجرس، لانه عندنا افكار ابداعيه وحصريه في الديكور والاشغال اليدويه والتدوير الفني. اذا كنتوا سالتوني بزاف 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 على الخيش، على خيط الخيش، وين تشري الحبل الى اخره. دونك ديسيديت باش ندير لكم هاد لا فيديو، نديكم تروحوا معايا نشوفوا وين المحلات في الجزائر العاصمه باش يكونوا عندنا هكا دي روبير. دونك المحل الاول جاي في بن جراح، قاريت لا فواطور تاعي وخديت لو مترو برومي اغي بن جراح، تاني سلاله، لاري تاني بن جراح سونتر فيل. هايك لا ميرسوري، سي ميرسوري اف زد. شوفوا عندها الخيشه هذه 100000، فيها العرض تاعها 1 متر اللي يقولوا كبار. الحبال هامليك، عندها الحبال كامل المقاييس، عندها حتى الرافيه كما راكم تشوفوها على شكل ضفائر، يعني اللي يخدموا الاشغال اليدويه الخياطه يلقاو عندها لي برودوي جدد تبيعهم. الترافيلو، الخيط تاع الترافيلو اللي نخدموه بالكروشي، عندها لي غالون في الخيشه بلا دونتيل بالخيط، عندها بزاف لي غالون هنا كي ما صورتهمش. هاي ديك الخيشه هنايا الوان، عندها لاكوا، عندها التركواز، الكريم، لو روج مارون، لو فير بيستاش، هذه تعمل 45000 للمتر، يعني 450. عندها كذلك هذه الحبال الرقيقه اللي تقدروا ديروها يعني السبته تاع الحقيبه تاع الساك. الترافيلو قلت لكم عندها الازهار كذلك، ما لقيتش برك الازهار هذيك تاع اللي زينوا بها لي كوفري تاع الترك، هذيك ما لقيتهمش. مي عندها يعني انواع بزاف ملاح في الازهار. شريت انا عندها لي بونبون ينباعوا هكا بالحبه، باسكو كنت محتاجه لي بونبون، شريت عندها لي بونبون. عندها قلت لكم هامليك لي غالون تاع الخيشه الاخرين كيما هادو، تقدروا ديروها كذلك باش تعلقوا بها لي ساك، تزينوا بها، المهم تروحوا ليها. وهذه السكيب يعني حتى الاخوات من تلمسان بعض ما تقسقساوني الفي لا فونت اون لين. دونك راح نخلي لكم بعد في الديسكريبشن بوكس، راح نخلي لكم لا باج تاعها فيسبوك، فيه رقم الهاتف، فيها ليتينيغ تاعها باغ جوجل ماب، تقدروا تكومونديو كامل واش راكم حابين. دونك شوفوها ملي الخيش اون بوبين، خيط الخيش كذلك في اون بوبين. عندها لي زيو موبيل، هذه يعني العيون المتحركه. عندها البومبون ميكر، هاد لاباري اللي نديرو بها لي بومبون، هادي تاع ديلات بومبون على شكل قل، تعمل 600 دينار، يعني 60000. وهادي فيها الكبيرة وفيها الصغيرة، تعمل 850 دينار. ديرك لي بومبون عادي يعني كيما راكم تشوفوهم مدورين مليحة، تانيت هاد لاباري بزاف اللي يديرو توسكي كرافت. عندها لي موتيف هادو مخدومين بالخشب، هادو ساهلين تقدروا تخدموهم نتوما، لي نو، لي فلور، لي بابيون اكسيتيرا. دونك حطيت لكم بعض، يعني كانوا بزاف اسئله لي الاخوات كانوا يستفسروا على الخيش. سي فغي الخيش ماهوش ديسپونبل يعني في كل الاماكن، ولكنه متوفر. هذه كانت لا ديستين، لا بروميير ديستيناسيون اللي كانت في بن جراح. لا دوزيام ديستيناسيون راح تكون هاوليك لا باج تاعها فيسبوك. لا دوزيام ديستيناسيون سي فيغ سحت شهداء. دونك راح نروحو لسحت شهداء بلاص دي مارتير. خديت لو مترو ورحت لسحت شهداء. دونك وين جايه هاد الحانوت ولا هاد لابوتيك، وين جايه؟ كي تحبطو من المترو سحت شهداء اون فاس ليكم، هاي ليك هادي اون فاس المترو، نتوما تاخدو لاكوش تاعكم، يعني تطلعو فيغ جامع اليهود، جامع كاتشاوا، فيغ هاوليك جامع اليهود، وتكملوا قبال لازم قطع رايس، تحكموا لا دروات تاعكم، يعني تحكموا اليمين تاعكم، وتبداو تحسبوا المحل رقم 15 هذاك هو. شوفوا هاي ديك الخشب بالالوان هذه، تعمل لك شفتوا الثمن 1400 دينار، غاليه شويه. وعنده كذلك هذه بروت ناتوريل، عنده نوعين، النوع هذا لكم تشوفوا الكبير رولو خشين مليحه، رولو تاني شويه عيان باسكو لا ترومب تاعو مفتوحه، يعني الخيوط مفتوحه. عندو لاكور تاع الخيش، الاثمان تاعو مناسبه مليحه. شوفوا كنت نمشي شفت هاد لي بو اللي نقدروا حنا نخدموهم، والله يعني مشروع للسيده. شوفوا ب 250 دينار عجبوني كيما اللي انا نديروهم في صافي بليزير. شفت يعني في طريقي تانيت، ما شريتش حوايج بزاف، شفت هاد لي رونجمون عجبوني تانيت، خديت واحد من هاد لي رونجمون مليح بزاف، يعني ينظم الملابس الداخليه
الجواري بتاع الاطفال، كيما نقدروا نخدموا كاش ندير لكم ورشه على هاد المنظمات بوسائل مسترجعه. فوالا دونك كانت خصيصا يعني ليكم هاد لا فيديو. ولقيت تاني هاد المنظمات، تعرفوا نحب تو سكي اوريجينال ناتوريل، عجبوني بزاف سورتو كي رانا في الشتاء مخدومين هكذايا بالصوف بليزيغوي. دونك فكره تانية جميله، يعني تقدر الاخت تخدم هكذايا بالصوف، تخدم بليزيغوي وتخدم دي رونجمون هكذايا، ومتوفرين هاد السباتي هادو كلش متوفر. فوالا دونك كانت هادي احبائي وليتكم لي زادريس، دونك ما تنساوش تحطوا الديسكريبشن بوكس صندوق الوصف، راح نخلي لكم المعلومات اللي تقدر تساعدكم باش تتصلوا بالمحل هذاك هاتفيا ولا. ونتمنى ان شاء الله تكونوا كامل موفقين في المشاريع تاعكم ولا في الكرافت اللي حديه. وتلاقاو احبائي في فيديوهات اخرى، بقاو اوفياء القناه روسيكلار هاند ميد دي اي واي. تهلاو في روحتكم، بقاو على خير، مع السلامه.